مساء الخير. النهاردة دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ناقش مع دكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مشروع لإنشاء محطة. المحطة دي هتكون لإنتاج الكهرباء. المحطة دي باستخدام أنظمة الخلية الفوتوفولطية وبقدرة تصل لعشرين ميجاوات، وهتكون بمدينة الغردقة، وده بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. امتى بقى الكلام ده هيحصل؟ الحقيقه من المتوقع ان يتم التعاقد في شهر سبتمبر القادم. الجديد بقى في الموضوع ده ان المحطه دي تعد الاولى من نوعيها اللي بتستخدم انظمه تخزين الطاقه في مصر. طيب ايه بقى الخلايا الفوتوفولطيه دي؟ وليه مدينه الغردقه تحديدا اللي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع؟